وشارك في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج حبيب العيال. حلقه النهارده هي استكمال للحلقه السابقه اللي اتكلمنا فيها عن مراحل تطور ونمو الجنين من سن شهر وحتى سن سنه. طبعا بعد الحلقه اللي فاتت كان في اكتر من استفسار من الساده المشاهدين ومتابعه كانت متميزه، لأن الحلقه كانت مهمه لكثير من الامهات. كل ام جديده او كل ام عندها طفل، كانت الحلقه السابقه كانت اعتقد انها كانت مهمه جدا، وبعد الحلقه كانت ظهرت اهميه الحلقه السابقه. النهارده هيكون معايا الضيف الدائم والمتميز دائما، القيمه والقامه العلميه الكبيره، الدكتور احمد سلام، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، دكتور احمد ابو حرب. اهلا وسهلا. اهلا بك. خالد، ازي حضرتك؟ اهلا بك. اهلا. النهارده استكمالا للحلقه السابقه. استأذن حضرتك يعني مقدمة كده، تنويه صغير قبل ما نبدأ الحلقة. أنا بس بفهم بعض السادة المشاهدين إن دي فكرة جميلة جدا. الفكرة ديت لا أعتقد إن كانت موجودة قبل كده، والفكرة طبعا كانت بالمشاركة مع أنا والدكتور خالد صاري. يا جماعة أنا عاوز أقول لكم إن إحنا معاكم، مش معاكم بس، إحنا بينكم وسطكم، يعني فاهمين ما في أذهانكم. عشان كده طب ما احنا نعمل برنامج، البرنامج ده يعني بيضم بعض النقاط المهمة اللي هي في كذا موضوع اللي حضراتكم عاوزين تعرفوها او اللي انتوا بتقعوا فيها اخطاء. لازم نفهمكم، احنا مش هنتكلم على مواضيع بطريقة مملة او يعني لا، احنا هنتكلم بطريقة شيقة ومبسطة ومختصرة الحاجات اللي انتوا بتقعوا فيها، وهنتكلم معاكم ازاي تتعايشوا مع ابنكم حتى نضوج هذا الطفل. عشان ينمو يا دكتور احمد نفسيا واجتماعيا وصحيا بصوره تكاد تكون طبيعيه وجيده. تمام. طبعا تحت اشراف قناتنا الجميله الصحه والجمال، وبشكر جميع العاملين بهذه القناه، وبقول فعلا اللي انا شفته الناس ديت بتتعب فعلا عشان تطلع صورة جميلة جدا ومن تقدم إلى تقدم. طبعا أنا بشكرك على على اختيار حضرتك للكثير من الموضوعات التي تمس الأسرة المصرية، موضوعات الطفل وتربيته اجتماعيا ونفسيا. وبنتمنى دائما ان احنا نقدم لمشاهدينا كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب بشكل عام، وتحديدا طب الاطفال وحديث الولاده. دكتور احمد، الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الجانب النمو الاجتماعي لدى الطفل والنمو الحركي لدى الطفل. لو حبينا سريعا كده للناس اللي ما كانتش معانا الحلقه اللي فاتت، نختصر يعني تنويه لما قيل وما سبق ذكره في الحلقه السابقه من النمو الاجتماعي لدى الطفل. كنا اتكلمنا عن هذا النمو. احنا اتكلمنا الحلقه السابقه عن موضوع، قلنا ان احنا يا جماعه هناخد الموضوع سلم طالع واحنا طالعين. اتكلمنا عشان برضك الناس اللي ما شاهدتش، في معانا في المفروض ان في صوره معانا للنمو الاجتماعي للطفل من سن شهر لحد سن سنه تقريبا. هتكون تظهر معانا دلوقتي على الشاشه. الكنترول يجيبها، هتظهر معانا على الشاشه. احنا قبل ما اتكلم عن النمو الاجتماعي والكنترول يجيب الصوره، اتكلمنا عن تطور، احنا قلنا هنعملها في روايه عشان نبسط الامور. اتكلمنا عن التطور الحركي، التطور الحركي من اول فوق لتحت، شعر الطفل بينحل امتى، بنظبطه امتى، الصفرة بتظهر امتى، هل هي نورمال او ابنورمال. اتكلمنا على الجلد الطفل، اتكلمنا على القلب، اتكلمنا على الفتاء، كل ده اتكلمنا عليه. اتكلمنا على التطور الحركي، الطفل ده بيمشي امتى، بيحبي امتى، بيتكلم امتى، بيسنن امتى، كل ده يا جماعه اتكلمنا عليه. واللي يعني ما شاهدش الحلقه يا ريت يشوفها. معانا يا دكتور احمد الصوره على الشاشه اهي، على الشاشه دي. لا الشاشه دي يا دكتور. تمام. طبعا انا شوف النمو الاجتماعي يا جماعه، برضك نراجع بسرعه. الطفل احنا قلنا ان هو بيعاني من حول مؤقت اللي هو في الشهر الاول. أيوة. رؤيه الالوان في الشهر الاول. الصوره الثانيه الطفل بيضحك في الشهر، الابتسامه في الشهر الثاني، بيضحك ويقهقه في في الشهر الثالث بقى. في الشهر الثالث عندنا التسنين. التسنين بقول في الشهر الخامس، وبكررها ان من السادس لل11 عشان ما نخوفش الامهات. فهم الكلمات بقى، يبدا يفهم الكلمات ويفهم، يقدر يفهم بنقول ايه. ده بيكون من الشهر السادس. وقلنا مرحله الزحف من السادس للتاسع، ومرحله الوقوف قلنا ان في خلال سنه وان يقف لوحده خلال سنه ونص. الجدول ده برضو انا بقول ان في برضو تناول الاطعمه الصلبه من الشهر السادس، كمان الزحف على الارض من الشهر السادس، الوقوف من الشهر التاسع، الثرثره والكلام ان هو يبدا ان هو يتكلم ويبدا ان هو يقول كلام، ده الشهر العاشر، واخر حاجه في عمر سنه يبدا عمليه المشي او يحاول ان هو يمشي. برضك في الجدول ده انا بقول برضك يا جماعه في استثناء وقلتها في الحلقه السابقه، واللي ما شافش الحلقه يا ريت يراجعها تاني. قلت في استثناء سواء التسنين عشان ما يحصلش مخاوف من 6 ل 11 والمشي وهكذا. كويس، عشان ما نضيعش الوقت. المره اللي فاتت دكتور احمد كان بعض الرسائل اللي جات لنا وبعض الاستفسارات من الكثير من الماميز او الامهات كانوا بيتكلموا عن الوزن. احنا كمصريين بنهتم بالوزن جدا، تمام، فكان فكره الطفل ونقص الوزن بتاعه، اعمل ايه، اروح فين، اجي منين، ماذا يدور في اذهان؟ هو الحقيقه يا جماعه انا بصراحه كنت مجهز لكم ازاي التغذيه السليمه والطفل يبدا تغذيه امتى ووزنه وهكذا، بس انا لقيت بعض الرسائل زي ما الدكتور خالد قال جت على القناه ان في بعض النقاط المهمه ما ينفعش نسيبها. ما ينفعش، خاصه في برنامجنا. اول نقطه وده لازم اقولها لكم يا جماعه رجاء مني، الطفل حديث الولاده اللي وزنه اقل من 2 كيلو او اقل. طيب خلينا يا دكتور احمد، عذرا هناخد اتصال في اول الحلقه وبعد كده نبدا استكمالا بدري قوي بدري قوي استكمالا للحلقه. خلينا ناخد اتصال تليفوني جاهز معانا يا استاذ تامر. استاذ احمد، استاذ احمد اهلا بيك. ايوه استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ احمد، واستاذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون. اهلا بحضرتك يا فندم، انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. بشكرك جدا يا استاذ احمد على اتصالك، شكرا ليك. دكتور احمد مع حضرتك اتفضل. وبشكر الدكتور احمد سلام. اهلا وسهلا حبيب العيال، منور القناه والله. بنورك والله يا استاذ احمد. في استفسار عند حضرتك يا استاذ احمد؟ حضرتك عايزين استفسار عن كحه الاطفال. كحه الاطفال، شكرا لاتصالك يا استاذ احمد. هو كان عنده استفسار عن كحه الاطفال خاصه في الموسم ده، يعني في الموسم في موسم الكحه للاطفال هي تقريبا الفتره دي. ما فيش مشكله يا استاذ احمد، انا برضو انا عمري ما اقصر مع اي حد، فانا هتكلم عن الوضع ده في مواضيع معينه. الكحه انت قصدك الكحه بتزيد امتى، ويا دكتور انا بجيب ادويه كتير ومفيش فايده والابن بيكح، كل ده هنتكلم فيه عليه. بس بعد اذنك نتكلم على النقاط المهمه يا دكتور خالد. انا قلت رجاء مني الطفل اللي وزنه اقل من 2 كيلو او اقل من 37 اسبوع، رجاء يا جماعه لابد من فحص حاجتين بنسميهم بين قوسين شبكيه العين والسمع، مقياس حلو. السمع انا هستغرب دايما، في مشاهدين هيستغربوا، يقول لك ايه علاقه الوزن بشبكيه العين وودانه؟ الديفولوبمنت، ايوه، الا وهو النمو والتطور. النمو، كويس. الطفل اما وزنه بيكون قليل او نموه قليل او اقل من 37 اسبوع، بعض المشاكل بتحصل في العصب البصري وبيحصل حاجه اسمها ريتنوباثي اوف بريماتيوريتي، بمعنى عشان احنا برضك نبسط للناس، مشكله في العصب البصري وشبكيه العين. وبطمنكم ان دي بتبقى تدريجيا ومع الوقت خلال شهرين 3 بتتعالج، وممكن الطفل ده ما يعانيش منها وما يحصلوش اي مشاكل. برضك مقياس السمع بنشوف ان ممكن يكون بيعاني درجه او درجتين من مقياس السمع، وبرضك بتتعالج تدريجيا لو لحقتها بدري. كويس، دي كده اذا انا بتكلم عن النمو. الطفل له علاقه بالنظر وله علاقه بالسمع كتكوين، تمام، كتكوين. فلو قدرت اشوف ان دول كويسين وبداتهم بدري هيبقى وزن الطفل هيبقى ما فيهوش اي مشكله. لا وبعد اذنك يا دكتور خالد، لا انا عاوز اقول ان انت حضرتك لو بداتها بدري وعملت شبكيه العين فحصتها ومقياس السمع، لو نورمال طبيعي خير وبركه الحمد لله. كويس. لو في مشكله انت بدات تحل بدري خلال شهرين 3. فكره انه اكتشاف المرض مبكرا بيقلل الكثير من المتاعب والمشاكل بالزبط. واللف والعلاجات وما الى ذلك في بدايه الطفل. دي النقطه الاولانيه. كويس. كثير من الامهات عندها احساس ان ابنها ضربات قلبه سريعه تقول لك الواد حاسه ان ضربات قلبه ايه سريعه جدا. تمام. احساسها ده في محله ينور حضرتك ولا غير في محله؟ انت قلت نقطه جميله جدا بتحصل كتير، بالذات الامهات اليوم بيقول لك دكتور انا خايفه ابني ضربات قلب سريعه، انا رحت لفلان قال لي مشكله قلب. انا عاوز اقول لك حاجه باستفسار كده بوضوح، الطفل بيعاني من ضربات القلب السريعه طبيعي. طيب ليه؟ ببساطه الطفل في بطن الام دوره دمويه مختلفه عن الدوره الدمويه اللي تبقى خارج بطن الام، دوره دمويه مختلفه. هو في بطن الام دوره دمويه اللي هي الدوره الدمويه الدم اللي بيوصل للجسم، فبالتالي بيحصل عدم اتزان في ضربات القلب، وبيحصل ان الطفل ده بيعاني من ضربات القلب السريعه وبنسميها تيكيكارديا وبدون اي اعراض. ما تخافيش تماما، ومع الوقت انا بقول لك مع الوقت الموضوع ده ما فيش اي مشكله، ولكن استاذنك المشكله هي ان لو في اعراض او والمهم السؤال المهم ثقب، ابني عنده ثقب في القلب. لا يعني وجود ضربات قلب سريعه او زياده عند الطفل لا تمثل خطوره ولا تمثل خطوره. اللي يمثل الخطوره ايه هو؟ الا اذا حصل اعراض ان الطفل ده عنده ثقب. طبعا بنشوف اول حاجه بنقول لها بنشوف الايكو، بنعمل ايكو نشوف الثقب ده مقاسه قد ايه. تاني حاجه موجود فين تحديدا، وضعه موقعه، هل ما بين البطينين ولا بين الاذنين ولا وضعه ايه بالظبط. تاني حاجه هل بنشوف وزن الطفل لو بيقل، بالرغم ان هي بترضع وبيقل ده في مشكله، الطفل ده بينهك. كنا اتكلمنا في دي يا دكتور احمد المره اللي فاتت، قلنا ان ثقب القلب عند الطفل حتى له علاقه بنوع التغذيه، لابد ان ياخذ تغذيه كويسه، ممكن يبقى وزنه مش زي وزن الطفل اللي ما عندوش مشكله. تمام. موقع ثقب القلب في القلب قد يكون في بعض الاحيان مؤثر وقد يكون في بعض الاحيان غير مؤثر. مؤثر في الاعراض. لو حضرتك ابنك ضربات قلبه سريعه ومفيش مشاكل تانية ووزنه كويس خلاص. طيب لو ابنك ثقب القلب معدي 3 مللي وعادي زياده كبيره، تاني حاجه بيعاني من وزنه بيقل، يا دكتور انا برضعه باستمرار ووزنه بيقل، في نهجان وبكررها، في نهجان في بنسميها ان في زرقان، ان الطفل ده بيبقى ازرق عند الانف كده وفمه وايديه. لا حضرتك هتتوجهي، لابد تتوجهي لتخصص قلب اطفال. تخصص قلب أطفال. لو أقولها. اكتشفت ان الولد عنده ثقب في القلب وموجود أعراض، أو لقيت أعراض بتقول ان ممكن يبقى عنده مشكلة قد تكون ثقب في القلب، زي زرقان في الأنف، في الأطراف، وزن الجسم في نهجان، وزنه بيقل، مش ثابت، وبالرغم ان هي بترضع كويس. فإذا نتحرك، يعني تغذية كويسة، رضاعة مظبوطة، الوزن بيقل بالظبط، بتحركي على طول لمين؟ للدكتور. دي النقطة التانية حضرتك. كويس. احنا عندنا بنبقى عارفين انه في بعض الأطفال تحس ان رجله مش مظبوطة. فيما يطلق عليه بلدي كده بيقول لك الواد مكوسح، عنده كساح. عنده كساح. عنده كساح، شايف مكوسح. بعض الأطفال يظهر عليهم قوي وبعض الأطفال لا. خوف الأم من ده، أو امتى أقدر أقول للأم انه فعلا عنده مشكلة ولا ما عندوش مشكلة؟ هل التخوف ده تخوف طبيعي؟ ولا تخوف غير طبيعي؟ واحنا بنتكلم عن الكساح هتظهر صوره لشكل الكساح، الصوره معانا برضه. دي يا جماعه اعراض الكساح انا جايبها لكم، اعراض ان الطفل يكون عنده كساح، ودي انا مش هتكلم عليها لان انا هعمل موضوع كامل على الكساح عند الاطفال باعراضه بوضعه. لو سمحت الصفحه بتاعتي في صوره ثانيه عن الكساح، عن الكساح بتبين الكساح وتقوس الرجلين عند مفصل الركبه ومفصل الانكل. الام بتبص بتشوف، وعلى فكره مش الام اللي بتشوف، ممكن في صوره معانا هي دكتور احمد عن الطفل التقوس. تقوس الطفل، تقول لك حاجتين، تقول لك ابني عنده تقوس يا دكتور، انا بدات وهو بيمشي بدا التقوس يظهر، ممكن مش هي اللي بتاخد بالها، ممكن جيرانها او اللي حواليها. تاني حاجه في تقوس انواعه داخلي وخارجي، انا مش هتكلم الوقت في المواضيع دي، اشعه بتوضح التقوس، دي اشعه بتوضح باستمرار. انا قلت النهارده هنتكلم عن النقط الهامه لحد ما نعمل المواضيع الخاصه بذلك، ولكن انا عاوز اقول يا جماعه حاجه، ان اغلب الاطفال ممكن تعاني من تقوس مؤقت، بنبدا نتحرك عند الثالث والرابع. طب يا دكتور تقوس مؤقت ليه ابني حصل له تقوس؟ ايوه، لا تقوس مؤقت، ماذا نعني بتقوس مؤقت اصلا؟ حضرتك ما تعرفيش ان ابنك المفروض ياخد مثلا فيتامين د كبروفلاكتيك. يعني ايه بروفلاكتيك؟ كوقايه وليس علاج. انت ما اديتيش فيتامين د المناسب للطفل ده بالجرعه المناسبه، وحضرتك اثناء الحمل واثناء الرضاعه لازم تاخدي برضو فيتامين د. لو الطفل ده عانى مؤقت من الفيتامين، نقص فيتامين د، هيحصل ما يسمى التقوس المؤقت لحين 3-4 سنين. فضل التقوس موجود على طول لابد من عمل، بقولها دلوقتي، بنعمل تحليل فيتامين د، تحليل كالسيوم، اشعه دي على الاطراف علشان ابدا اوضح سببه ايه وازاي نعالجه كويس بدري. كويس، يبقى يعني كده اقدر اقول ادق ناقوس الخطر كده اهو، واقول لكل ام اثناء الحمل بتاعك، لو انت حامل دلوقتي او اختك حامل او قريبتك حامل، قولي لها اظبطي فيتامين د، يعني اعملي تحليل اظبطي انت وابنك لا هي دلوقتي لسه حامل، تمام. فيتامين د لو مظبوط الى حد ما الجنين او الطفل لما يتولد هيبقى الى حد ما الدنيا كويس، تمام. طيب الطفل اتولد وحست ان عنده مشكله، ان انا لو ظبطت له فيتامين د كجرعه وقائيه، كجرعه حفاظا على شكل العظم ما يحصلوش تقوس او ما يحصلوش اي مشاكل، هيكون الموضوع ده مهم جدا. طيب تمام. بعض الاطفال يقول لك الطفل عنده ارتجاع او خنفره، تمام. ماذا نقصد بفكره الارتجاع او الخنفره لدى الاطفال؟ انتشرت الايام دي الام تقول يا دكتور انا ابني كل ما برضعه بيرجع، وانا زهقت، وانا بغير بافتات كتير بسبب الترجيع ده. أيوة. اول نقطه. النقطه الثانيه تقول يا دكتور ابني بيخنفر كتير. ايوه، ده بسمع بالليل وبيخنفر خنفره. هو انا بسمع شديد. كلمه خنفره دي يعني سببها ايه؟ والطفل بيخنفر ليه يعني؟ بالظبط. طب الكبير بيخنفر عارفين سببه، تمام. الطفل بيخنفر على اساس ايه؟ انا بقول في ارتجاع بنسميه النورمال اللي هو ريجريتيشنز، ده حاجه طبيعيه بتقعد لست شهور لسنه. طب دي طبيعيه ليه؟ لحين اما يحصل ديفولوبمنت للمريء والمعده، تطور المريء والمعده. وده طبيعي ان بيحصل ارتجاع. ليه؟ لزياده اللبن. ما هو انت ممكن مثلا اديتي كوبايه لبن كوبايه لبن وهو عاوز 3/4 ببساطه شديده، انت حطيتي دفستيه زودتي حمله، يعني اديتي له كوبايه او اديتي له اكتر من طاقته، تمام. فالزياده من رحمه ربنا ومن حكمته انها بيحصل لها ارتجاع، بالظبط. فانت تديله على قد اللي هو ما يرجعوش. طب يا دكتور خليني اسالك. اتفضل. طب ما ممكن يبقى بياخد حاجه صغيره وبرضه بيرجع. جميل. ايه اللي هيفرق؟ ايوه، الوزن برضه. لا خلينا بقى نظبط حته الوزن دي عشان واضح ان هي عامل مشترك جدا في كل حاجه تقريبا. اقول لحضرتك حاجه يا دكتور خالد، انا ابني بيرجع، ايوه، ومثلا 3 كيلو. بعد احنا قلنا بعد شهر بقى 4 إلا ربع، يعني طبيعي. كويس. بعد شهرين بقى 5، يبقى اذا الوزن كويس. يبقى انا ما اخافش منين؟ من الترجيع ده. طب اخاف امتى؟ يعني كده معنى كده ان الغذاء وصوله سليم، وانه اللي بيرجعه ده الزيادات. حلو. طيب لو لقيته بقى بيرجع ووزنه عمال يقل، دي بقى مشكله في المعده لا قدر الله. نراجع بقى، بندي ادويه منظمه للمعده زي الموتونورمو وغيره وجاستريج لمده سنه ونص. بنصبر على الام، بنصبر، عندنا طول بال للموضوع ده يا جماعه بعد اذنكم، لان في بعض الامهات ودخلوا في وضع المنظار. ما ينفعش ادخل منظار لوضع المعده الا بعد 1.5 سنة. سنة ونص. يعني انت شايف انه انا خلصت مش مستحب، او ان انا اشتغل بيه المنظار الهسترسكوب مثلا او الكلام ده كله الا بعد 1.5 سنة. تمام. كويس. الخنفره هي حاجه طبيعيه، ممكن تكون طبيعيه وممكن تكون الطفل وارث من الام والاب، حساسيه جيوب انفيه. ده اول نقطه. ممكن بتظهر في البدايه كده يا دكتور احمد، بتظهر في البدايه لو يطلع بيخنفر من هو صغير، مش لما يكبر شويه. هي في بعض الناس بعد الولاده، وفي بعد حوالي شهر. طب بتظهر ليه؟ يا اما وراثه، يا اما زياده الام باللبن بينزل، تقول لك بيرجع من مناخيره، دي مهمه جدا، بيحصل فيه خنفره. تاني حاجه، في حاجه اسمها ادينويد، يعني لحميه مؤقته، واللحميه دي بتروح بعد 6 شهور لسنه. فانا بقول الخنفره برضك ما بنتحركش في الموضوع ده، ولا بنعمل استشاره انف واذن الا بعد ما خلاص الحلول بتاعتنا مفيش اي حلول كافيه، وبنتحرك برضك بعد 1 سنة لو في اي مشاكل او مؤثره على الطفل في الجهاز التنفسي. في الجهاز التنفسي، يعني ما بيقدرش ياخد نفسه كويس. بالظبط. طب ايه هي يا دكتور العلامات اللي الام دلوقتي تلاحظها تقول انه طفلي لا يتنفس بطريقه صحيحه او طريقه جيده او طريقه سليمه؟ تمام. ان الطفل ده في الوقت ده حصل مثلا خنفره فبيحصل له صعوبه تنفس. ايوه. بيجي له باستمرار دور برد. لا بقى هنا نقف. وانا عاوز اقول حاجه. بيخنفر. فما بيتنفسش كويس. من كتر الخنفره حصل صعوبه تنفس فجاله دور برد باستمرار. حضرتك لو ما حافظتيش على دور البرد ده. طب ما السؤال اللي هيجي هنا ايه علاقه دور البرد بالخنفره؟ ان انت ده ابر ريسبيراتوري، ده جزء جهاز تنفسي علوي. الجهاز التنفسي العلوي بينزل على الرئه. لو طبعا لو ما حافظناش كويس. خدت بالك؟ طيب انا عاوز اقول حاجه، ان الطفل حديث الولاده اللي هو سنه من الولاده لسنه بيتعرض طبيعيا من 9 ل 10 مرات دور برد طبيعي. طبيعي من حاجه مهمه عاوز اقولها. ل 10 مرات. كويس. يعني بيخنفر، ما بيتنفسش كويس، شويه بلغم، هتلاقي الواد كل شويه او الطفل كل شويه عنده برد اكتر من المعدل الطبيعي للاطفال. فانا بقول حديث الولاده معرض للبرد كتير. لسه كويس. ليه؟ لان لسه النمو لسه ضعيف، لسه لم يكتمل. بالظبط. فمع الخنفره بقى ممكن يزيد. اقول لك معدل دور البرد. اقول لك انت عالجي بسرعه. ليه؟ لان دور البرد ده لو حضرتك اهملتيه ممكن يقلب نزله شعبيه، والنزله الشعبيه ممكن تقلب التهاب رئوي لا قدر الله واحنا في غنى عنه. دي عاوز دي برضو نقطه انا حبيت اقولها اللي هي الارتجاع والخنفره. طيب تمام، اتفضل. عندنا البامبرز، بعض الحاجات اللي ممكن بتسبب فطريات لدى الاطفال، واللي اذا كانت موجوده عند الكبار بتعمل مشاكل، لكن موجوده عند الاطفال بتعمل مشاكل اكبر. تمام. بتؤلم اكتر، بتزعج اكتر. لو ما بنتكلم عن الفطريات عند الاطفال وجه سواء في الفم في الفم او اللسان او البامبرز، ليه مش بتروح؟ ليه بتاخد فترات طويله؟ انت سالت لي سؤال هيبقى اجابته مطوله شويه. مطول، بس اعتقد انه لما بتكلم عن الفطريات عند الاطفال ما عنديش مشكله اطول. تمام. وفي صورتين عند الكنترول يبين الفطريات. ناخد صوره الفطريات. الفطريات نبدا بالفم. نبدا بالفم، ناخدها من فوق كده من الابر لحد وبعد كده النبي كان درماتايت. كويس. الفطريات في الفم واللسان، الفطريات دي بتبقى كالاتي. اول حاجه الام بتيجي تقول لي يا دكتور انا في بقايا او في لون ابيض على اللسان. لو الكنترول لسه ما جاش الصوره. الفطريات دي اولا، اول حاجه نبدا بالراحه، ممكن تكون بقايا لبن. بقول لحضرتك بايدك بشاشه بميه فاتره شيليه. بقايا لبن. عادي ما تشالتش. الفطريات اللي في الايه؟ اللي في الفم ما تشالتش يا دكتور خالد. اذا دي فطريات. اذا دي فطريات. الفطريات ديت انا بقول لحضرتك ادي، طبعا كله عارف ميكونيز جل، دكارين، مايكوستاتين، انا مش عاوز اذكر حاجه معينه. احنا ممكن نقول اكتيف انجريديان او انتي فانجل. ايوه، الماده الفعاله بتاعه الانتي فانجل كوستاتين اللي هتروح. طب ما راحتش. معانا الصوره اهيت للفطريات داخل داخل فم الطفل. بالظبط. كويس كده. فدي نقدر نشيلها عن طريق اول حاجه الام بايديها كده بشاشه او بقطنه كده بالراحه وتشيلها. دي اول حاجه. كويس. تاني حاجه عاوز اقولها، انت حضرتك مش هتحط الجل على الطبقه دي او اي حاجه للفطريات انتي فانجل على الطبقه دي. مش هتعمل حاجه، لازم تشيل الطبقه دي بايديك الاول. يعني في الاول اي حاجه هتلاقيها هتحط اي قطنه او اي شاشه عشان ايدك ما تكونش ملوثه فتدخل في فم الطفل فتعمل له مشكله ثانيه. فبنأمن، فهتبداي تسحبي او تنظفي او تشيلي اللي موجود في فم الطفل. تمام. دي اول نقطه. ثاني نقطه هتاخد حاجه مضاده للفطريات زي ما حضرتك ذكرت، بعد ما تعمل ده تحطها على مكان الفطر. مظبوط كده؟ تمام. كويس. تمام كده. طيب بقى في حاجه هي نادرا ولكن لازم اذكرها، نفرض ان الفطريات دي فضلت، اذا احنا هنتجه الى المناعه وهنعمل تحاليل مناعه. ليه الفطريات دي فضلت؟ ايوه. طب امتى اتجه ان اعمل تحليل مناعه؟ يعني بعد ما اعمل اكيد مش هحط مضادات الفطريات دي النهارده، اصحى الصبح الاقي 10 ايام، من 7 ل 10 ايام، من 7 ل 10 ايام، بنستحمل 14 يوم، يعني هنقول في خلال اسبوعين لو ما راحتش الجل بديه 7 ل 10 ايام او اي حاجه انتي فانجل. وبنستحمل ال 14 يوم او بنشوف لو الموضوع ده تكرر باستمرار، جه الشهر ده، بعد شهر، بعد 2، بعد 3، نبدا نفكر في المناعه، نعمل تحليل مناعه ونشوفه بدري. كويس. بس نادر، يعني نطمن على المناعه نادرة. اذا استمرت، لكن غالبا ما بيستمرش. كده الجزء العلوي الفم، الجزء الاصعب. ايوه النبي كان درماتايتس. أيوة. يا دكتور ابني عنده تسلخات بمعنى الكلمه وليس فطريات، وبودره بقى ومش عارف ايه وبهدله، جبت المستحيل. جانا لدرجه ان انا بعت فلان في السعوديه وجاب لي وعياط وصويت بقى ليل ونهار بسبب الاسئله كالاتي. حضرتك بتغير البامبرز باستمرار ولا ثابته على نوع معين؟ لا ثابته. طيب كويس. طب ثابته ليه فيها خطر؟ ثابته كويس. ثابته على نوع معين، ما تغيرش كل شويه. يعني مش مغيره في الانواع، يعني لا مش اللي تلاقيه جديد، ممنوع تغييره. يعني ما تغيريش البامبرز، اللي يتعود عليه الطفل خلاص التزم بيه، ما يحصلش التهابات فيه. كويس تمام. طيب ده السؤال الاولاني، لو في خطا اقول لها لا، يبقى ده اذا ده السبب الاولاني ممكن يكون هو اللي عمل الالتهابات، يبقى نحله. لا يا دكتور انا بعمل ايه؟ البامبرز، او ان انا ثابت معاه تمام. طيب حضرتك بتدي مراهم ايه بالظبط؟ تقول لي انا بدي حاجه فيها كورتيزون. طب انت اديتي بناء على ايه ان انت قالت لا السنه فلانه جددت مرهم وبقى جاب نتيجه تبقى زي الفل؟ الالتهابات مختلفه، وديت ما تقدريش انت اللي تحددها الدكتور. فكره الفهلوه المصريه عند المريض، او الفهلوه العربيه عند فكره فلان ارتاح على ده، مش موجوده في الاطفال بس يا دكتور احمد، موجوده في الكبار والصغار. واحنا هنا عشان نصحح بعض المفاهيم والخوف الاطفال، والخوف في الاطفال اكتر، لانه الطفل لا ما عندوش القدره انه يشتكي او يقول لا ده مش نافعه، دي وجعاني، دي الماني. تمام. بيعيط ويصوت، فعياطه وصوته انت ممكن تفهمه زن، ممكن تفهمه الم، ممكن تفهمه مرض، ممكن تفهمه تعب، تفهمه انت زي ما تفهمه. تمام. لكن ما عندوش القدره على التعبير. فتصحيح المفاهيم بجمله التصحيح اللي احنا بنصححه، انه اي طفل مختلف مشكلته عن الطفل الاخر، وبالتالي وجودك مع تاخدي دواء جارتك اللي جابته، ولا خالتك اللي في الدور اللي فوق، ولا عمتك اللي تحت، لا ده مش نافع خالص. تمام. وبناء عليه قلنا ان الطفل حديث الولاده بالذات لابد من متابعه طبيب المختص، طبيب حديث الولاده باستمرار، لان حضرتك مش هتقدري تشخصي لوحدك. كويس. لا انت ولا اللي حواليك. اللي انا عاوز اقوله الخلاصه، انت بتجيب المراهم، الدكتور بيحدد هل ده التهاب فطري، هل ده التهاب بكتيري، اللي انا عاوز اقوله وهنعمل موضوع عنه مهم جدا. لو الالتهابات دي جبت مراهم فطريات وبكتيريا ومفيش فايده، وفي فطريات الموجوده وما بتروحش خالص، في التهابات موجوده في اللسان وما بتروحش خالص، في الوش محمر باستمرار، وهنا كده في الخدود محمره باستمرار، في ارتجاع مستمر، ببدا اشك في حساسيه الالبان وما ينفعش اتكلم عليها دلوقتي، لابد ان الموضوع خاص. لان حساسيه الالبان دي لوحدها اصلا حلقه كامله واخدناها من اولها لاخرها، وقعدنا نتكلم ونفصص حساسيه الاطفال عند الاطفال، مش هنلحق نتكلم عن باقي النقط اللي احنا بنطرحها. انا حبيت اقول دي الدرجه الاخيره بقى، يعني لو ما عالجناش، او مثلا جبنا كل العلاجات للالتهابات والتسلخات ومفيش فايده، نبدا نفكر فيها وهنبقى نتكلم عليها ازاي. كويس. دي النقطه الخامسه. كويس. طيب احنا عندنا بعض الامهات تيجي تقول لك انا كنت بعصر للطفل صدره، وتعصير الثدي ده اعتقد انه هو مؤلم، وما اعرفش هو مدى صحته من مدى خطأه. هل هو طبيا في حاجه اسمها ان انا اعمل تعصير لثدي الطفل ولا مش موجود؟ واذا كان موجود امتى يتعمل، واذا كانش موجود ماذا نفعل، او ماذا يحدث؟ فكره انتفاخ الثديين عند الاطفال. انتفاخ وتورم الثديين عند الأطفال بيظهر بعد الولادة بحوالي أسبوعين 3، بتبدأ الأم بتخاف. وعلى فكرة هي بتخاف مش من الولد أكتر من البنت، لأسباب طبعا، دي بنت بيجي للأسف مامتها أو الكبار في السن يقول لك عصريها، ده خراج. لا أنا طيب قبل ما نتكلم عن بتعصره ده خراج، خلينا ناخد اتصال تليفوني. أستاذة أسماء، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا أستاذة. دكتور احمد مع حضرتك، اتفضلي. معلش ممكن اتكلم دكتور احمد؟ دكتور احمد معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه اسماء، اتفضلي. ازيك يا دكتور احمد؟ الحمد لله تمام والله. معلش يا دكتور احمد، انا ابني عنده دلوقتي سنه ونص وفي ورم في وشه ومش عايز يروح. ورم وشه. في اي استفسار تاني يا استاذه اسماء؟ لا هو تحت الخد بتاعه، ورحت لدكاتره كتير قوي ومفيش. كان تشخيصه ايه يا استاذ اسماء؟ كان بيشخص ايه الورم ده بالظبط؟ كل ما اروح لحد كان بيقول لي غده، بس هي مش غده. انت ليه بتقولي انها مش غده؟ عملتي تحليل غده الدرقيه ولا ما عملتيش؟ التي اس اتش والال اتش لا عملت وما طلعتش غده. ما طلعتش غده، يعني انت عملتي فحص الغده الدرقيه وما طلعتش غده. ايوه. طيب يا استاذه اسماء بعد اذن حضرتك معايا؟ معايا موجوده يا دكتور احمد اتفضل. انت بتقولي مكانها فين بالظبط؟ اسفل الخد اليمين. الخد بالظبط. الخد؟ تحت الاذن ورا الاذن ولا قدام الاذن؟ تحت الخد. تمام. الطفل ده بيسخن باستمرار؟ ايوه بيجيله سخونيه على طول. بيبقى فيه صعوبه في المضغ؟ ايوه. صعوبه في المضغ في الماستيكيشن عضلات المضغ؟ ايوه صح. بيطلع معلش في الكلمه لعاب باستمرار؟ ايوه ده. الطفل ده بصي حضرتك عملتي اشعه الترا ساوند على الغدد النكافيه لازم تعمليها اسمها الباروتيد جلاند دي بيبقى فيه مشكله اسمها باروتايتس يعني التهاب في الغدد النكافيه فانا استاذن حضرتك في الوقت ده هتعملي صوره دم كامله وهتعملي حاجه اسمها الترا ساوند يعني اشعه على الغدد النكافيه اللي ورا الاذن نشوف مكانها هل الجذور بتاعتها نابعه بايه المشكله وعشان نبدا نحلها هل هنحلها بالعلاج وده بنسبه 90% ولا هنحلها جراحه كويس. مع دكتور الجراحه كويس تمام طيب يا استاذه اسماء طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك تقدري تتابعي بقى باقي اسئلتك واستفساراتك على رقم الواتساب الخاص ويا ريت يا استاذه دكتور احمد وان شاء الله باذن الله يتواصل معاكي ويرد عليكي اتفضلي يا ريت يا استاذه اسماء بعد اذنك تبعتي لي على الواتس شكل الطفل بالظبط شكل الطفل ومكان الورم وتتابع معاك لحد ان شاء الله باذن الله يا ريت ده مهم جدا الدنيا تكون افضل لان هي واضح ان هي خايفه من حاجه مهمه صعبه جدا ان تقريبا اللي حواليها قال لها ده ورم او هي هتحس انه ورم بتروح بتلف الغده الدرقيه كويسه بتلف بقى مش عارف ايه وهي اكيد قلقانه وممكن يبقى اول طفل بالنسبه لها نكافيه مفيش فيها مشاكل ان شاء الله طيب كويس احنا كنا بنتكلم عن انتفاخ الثديين وتورم الثديين فكره ان الام تعصره وخاصه اذا كانت البنت خوفا من ان يكون عندها مشكله من وهي صغيره ظنا منها يعني تمام هي انتفاخ الثديين بيظهر بعد اسبوعين 3 من الولاده سببه بحاجه بسيطه جدا اولا ده حضرتك ليس خراج ان الست الام الكبيره تقول لها على السريع عشان ده خراج وبدل ما ينتشر و ده ليس خراج ده بالعكس حضرتك لو عصرتيه هيعمل حاجه اسمها انفلاماتو يعني التهابات يعني والتهابات شديده يبقى انت بتصعبي الامور في المكان ده طب يا دكتور انا بقول لك ان ده بيروح مع الوقت بسببه ايه؟ هرمونات الانوثه بتاعه الام بتبقى تمشي من المشيمه ايوه لها وبتبقى بتتسرب بعد وقت وشكرا وتنتهي على هذا الاساس طب خلينا ناخد صوت تليفون استاذ احمد اهلا بيك استاذ احمد الو اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اتفضل دكتور احمد مع حضرتك يا استاذ احمد اتفضل استاذ احمد كنت الو معاك يا استاذ احمد اتفضل كنت عايز اسال الدكتور على طفل عندي 3 سنين بقاله فتره كده صوته الكلام بتاعه ونظام تعتاع كده يعني مش كلام مظبوط يعني هل دي يعني حاجه طبيعيه ولا يعني لا استاذنك وضح انا ما سمعتش هو بيقول عن طفل عنده 3 سنين وبيتهته بيتهته كده بالكلام بيتهته في الكلام مظبوط يا دكتور احمد تمام بيتهته يعني بقاله فتره قصيره يعني بس معاه عرضه دلوقتي تمام فانت حضرتك عاوز تشوف هنعمل ايه والوضع ايه بالظبط ايه التحركات اللي حضرتك هتعملها تمام مظبوط ماشي يا استاذ ماشي يا استاذ احمد الدكتور احمد هيجاوب على حضرتك في اي استفسار تاني شكرا جزيلا ليك يا استاذ احمد وطبعا هو دخلنا في موضوع تاني مش مشكله طبعا تهت الاطفال خلينا نجاوب عليها سريعا كده عشان خاطر استاذ احمد انا بقول 3 سنين ما فيش فيها مشكله اولا مشكلتنا الايام دي ان احنا لو في طفل عنده مشكله في التهتها بيدخل على تخاطب او مخ اعصاب في الاول وده غلط اكبر غلطه لابد ان انا اسال وضعه ايه هل هو الواد الوحيد ايه وضعه انتوا بتضربوه ولا لا الوضع الاجتماعي بتاعه ايه 3 سنين ما بخافش انا بتحرك من عند 5 سنين ده اول حاجه هل الواد ده كان خد نسبه كافيه من الفيتامينز والكالسيوم سواء غذائيه او علاجيه او لا لازم اسالها وبقول لها اصبري معايا، وحاولي ان الطفل ده يكون في وضع اجتماعي كويس، حسسيه بثقته بنفسه، وضع اعملي مع زمايله، ده كل ده يلعب لعبه، حطوه في انشطه اجتماعيه، مش عارف الاول في الاول. بعد 5 سنين لو فضلت التهتها موجوده حاولي بقى هنا تخاطب ومخ واعصاب، نبدا نشوف نتوجه الى تخصص التخاطب بنسبه 80% الامور تمام. طيب كويس، نكمل كلامنا يا دكتور احمد عشان بس ما وقت الحلقه ما ينتهيش ونبقى ما خدناش باقي الاسئله اللي كنا المفروض ان احنا يعني او الاستفسارات من المشاهدين. نتكلم عن النمش. النمش عند الاطفال في بعض الناس بيقول ان هو ممكن يبقى صفراء او ما الى ذلك. هنتكلم عن النمش، واحنا بنتكلم عنه هيكون معانا صوره توضيحيه لشكل النمش، يا ريت هل النمش ده له علاقه بالصفراء ولا لا؟ معلش يا دكتور خالد يا ريت بعد اذن الكنترول يوضحها. الصوره معانا دي اسمها نمش عند الاطفال يا جماعه عند الانف. مشكلتنا الايام دي ولاحظتها ان الامهات او يقول لك يا دكتور ده الابن عنده الصفراء، عرفت ازاي ان عنده بقع صفراء عند الانف؟ بقول لحضرتك دي بنسميها نمش وزوائد وحاجات صفراء مفيش فيها مشاكل في طبقه البلانين، والامور دي بتروح مع الوقت وليست صفراء. ده كل الحكايه اللي عاوز اقوله وانوه عنه في الموضوع ده. تمام كويس. طيب لما نيجي نتكلم عن بعض الاحيان يا دكتور احمد يعني ببقى مستغرب ان طريقه مسك الطفل ووضعيته، طفل تكوينه لسه ما اكتملش، اكيد ليه طريقه معينه امسكه بيها سواء من الراس او من الظهر او من المنتصف عشان اوزنه عشان احكمه. ايه هي الطريقه السليمه لمسك الطفل او التعامل معاه حتى لا نؤذي الاطفال؟ تمام. الطريقه الصحيحه فعلا زي ما حضرتك بتقول ان في خطا من الامهات وبلاحظها، اجي اقول لها لو سمحتي اتفضلي وزني الطفل، بلاقيها ماسكه ايد بعيد عن الراس ومخليه الراس لتحت. قبل ما نكمل طريقه الطفل خلينا ناخد صوت تليفون. استاذه هاجر اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي اتفضلي. أنا ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ دكتور أحمد مع حضرتك اتفضلي يا أستاذة هاجر. بقول لحضرتك يا دكتور أنا عندي طفلة عندها 4 سنين. تمام. من عمر 2 سنتين بالظبط جالها حالة تشنج كده عادي، يعني هي كانت قاعدة بتلعب مفيش أي حاجة وفجأة لقيتها اتشنجت مرة واحدة. تمام. رحت بقى لدكاترة كتير، دكاترة أطفال كتير، قالوا دي تشنج حراري. الحالة دي اتكررت معاها على المدى البعيد 10 مرات. 10 مرات. ايوه تمام يا استاذه هاجر. كتير قوي، اتكررت مع 10 مرات، يعني ممكن تقعد الحاله دي تقعد مثلا 2 شهر وتجيلها 3 شهور وتيجي تاني 2 شهر. رحت لاخر دكتور اطفال وكتب لي دباكين من غير ما يعمل لها اشعاعات ومن غير ما يعمل لها اي حاجه خالص. دكتور اطفال ولا مخ واعصاب اطفال تفرق؟ لا رحت بقى لدكتور مخ واعصاب اطفال قال لي ده تشنج حراري. رحت لدكتور اطفال فدكتور الاطفال كتب لها دباكين. اوكي اكبر غلطه. تمام. قام كتب لها ايه دباكين وقال لي دي تمشي عليه من 1 ل 2 سنين لان دي كهرباء على المخ. تمام. فانا عايزه استشير حضرتك يعني. طبعا عينيا تحت امرك يا استاذه هاجر. هو النهارده الاتصالات كلها ما شاء الله بين مواضيع مهمه عاوزين نبقى نتكلم عليها. اي استفسار تاني يا استاذه هاجر؟ لا بعد لا. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ هاجر، وتابعينا من خلال البرنامج ومن خلال ارقام التليفونات الدكتور احمد على الواتساب ممكن تتواصلي معاه بشكل اكبر. طيب هي دلوقتي عندها مشكله تشنج وهي خدت دباكين، الوضع ايه بالظبط؟ هي حاسه يعني مستاء من فكره الدباكين اللي اخدته، والوضع ايه واللي هيفضل عليه لمده قد ايه، والواد بدا يجي له خمول ووزنه يزيد ودي مشكله. هي طبعا في موضوع جميل جدا هنبقى نتكلم عليه ان شاء الله في الحلقات السابقه اسمه فبرايل كونفولجن، الا وهو التشنجات الحراريه. انا بقول للام ابنك ان حصل له تشنجات، يعني حرارته علت عدت ال 40 وجاله تشنجات. لو حصلت التشنجات دي مره واحده فقط لا غير، بقول لك تابعيه باستمرار. كويس. انت دلوقتي طب قبل ما نكمل خلينا صوت تليفوني بس من المملكه العربيه السعوديه. استاذ احمد اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل. ازي حضرتك ممكن اكلم الدكتور احمد؟ دكتور احمد مع حضرتك اتفضل. اتفضل استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. اهلا وسهلا. انا عندي طفل عنده 8 سنوات عنده مشكله ان هو عنده تبول لا ارادي دايما ودايما عصبي. ودايما عصبي ايوه. سؤال حضرتك؟ ايوه السؤال حضرتك؟ انا مش عارف بقى بالظبط المشكله عنده عضويه ولا مشكله نفسيه، مش عارف بصراحه. مشكله عضويه ولا مشكله نفسيه؟ كويس. طيب في اي استفسار تاني عن طريق استاذ احمد؟ لا شكرا. تمام، الدكتور احمد هيجاوب على حضرتك ان شاء الله. اسمعنا من التليفون. شكرا جزيلا لاتصالك. تحت امرك يا استاذ احمد. عنده مشكله انه الطفل العصبيه الزياده، انه عدم القدره على التعامل اعتقد. طب استاذنك عشان استاذ هاجر ما تزعلش. طيب. استاذ هاجر اللي انا عاوز اقوله تحركاتك كالاتي. انا بقول لك نروح للدكتور مخ واعصاب، لابد من عمل رسم مخ واعصاب ببساطه. رسم المخ واعصاب بيحدد لي نوع، هو خلاص مؤكد بنسبه كبيره من كلام حضرتك 10 مرات ان في كهرباء. نوع الكهرباء دي ايه؟ يا ترى هياخد ايه بالظبط؟ ده تخصص مخ واعصاب اطفال. مخ واعصاب اطفال هيعمل رسم مخ الاول وبعد كده مفيش علاج كده، وبعد كده ايه ممكن تبعت لك حتى رسم المخ ونتواصل ونشوف اقول لها تمشي ايه على ايه بالظبط، مش دباكين على طول وهكذا. ده الاستاذ هاجر. كويس. الاستاذ احمد قال برضك موضوع جميل جدا، الا وهو بنسميه النكتورنال انيوريزس، التبول اللا ارادي، هل هو عضوي ام نفسي؟ 90% من التبول اللا ارادي نفسي وليس عضوي. ايوه تمام. انت بتقول 9 سنين، طبعا احنا بدانا ندخل في مرحله يعني 9 ل 10 بنبدا نتحرك. انت بتعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه ان احنا بنعمل له تحليل صوره دم كامله، حضرتك بعمل له تحليل بول وبراز، بالذات البول عشان لو في نسبه صديد باسلز لابد ان احنا نعالجها كويس تماما. لو في نسبه صديد لازم نعالجها كويس الاول، لان بتضغط على المثانه وبالتالي بيحصل تبول لا ارادي. تاني حاجة لازم ان انت بتمشي مع الطفل ده كويس عادي، بتشجعه، بتقول له النهارده لو ان شاء الله اتحكمت في نفسك اعمل جدول كده واعمل علامة صح في اليوم ده وهديك هدية. تاني حاجة في نص الليل لابد ان انت تصحيه وانه يروح يحمل الحمام، ممنوع المياه الغازية والمشروبات قبل النوم ب3 ساعات. وده هيبقى موضوع مطول ان شاء الله يا استاذ احمد هنتكلم عليه، بس ده باختصار. نقطة، الناس اللي في المملكة العربية السعودية او المقيمين هناك بيبقى حركتهم قليلة بره، الخروج قليل، والمياه المعدنية كتيرة، فده ممكن يبقى سبب او يمكن من ضمن التأثيرات اللي ممكن تكون فيسيولوجيكال بيعمل المشكلة دي. تمام. طيب خلينا في صوت تليفوني. استاذ احمد اهلا بيك. الحمد لله بخير. اهلا بيك يا استاذ احمد، اتفضل. حيا حضرتك على البرنامج الجميل ده، بس عندي استفسارين لو سمحت. استفسار بخصوص حالة مخ وأعصاب، يعني اللي هي زوجتي بس بتاخد علاج بقالها ترتام اكس ار، بقالها بالظبط حوالي يعني 16 سنة بتاخد العلاج ده. ترتام اس ار ترنتال اكس ار. تمام. ايوه بالظبط كده. ده كانت ماشيه على دباكين في الاول، فدلوقتي يا فندم عايزين بس نعرف بقى لها دلوقتي ماشيه على الترتام ده بقى لها 2 سنين. تمام. فهستاذن حضرتك بس، هي كان بيجي لها حالات من التشنجات كده ورحنا بيها عند دكاتره كتير وافضل دكاتره في مصر، وصفوا لها ان هو تمشي على حاجه زي دي، وعملنا لها اشعه مخ واعصاب. ده زوجة حضرتك؟ نعم يا فندم. بتقول دي مين؟ زوجة حضرتك صح؟ زوجتي يا فندم. تمام. وبس هقول لحضرتك حاجه ثانيه بالنسبه لطفل صغير، بس عايزين نعرف المناعه بتاعته، عايزين نقوي المناعه بتاعته لان المناعه ضعيفه جدا. في اكلات معينه او في ادويه معينه يعملها عشان يعلي المناعه؟ بشكرك جدا يا فندم. شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ احمد. شكرا ليك. حاضر يا استاذ احمد. السؤال الاولاني انا اسف طبعا، ده تخصص مخ واعصاب ليس تخصصنا، بس انا عاوز اقول برضك حاجه بس كده عاميه، ممنوع ان انت تمشي على نوع واحد للاعصاب في وقت واحد، لازم تغير، وده طبعا شغل دكتور المخ والاعصاب. ده اول نقطه. ندخل على الجزئيه الخاصه بالطفل، المناعه ده تخصصنا طبعا. ان انا بقول لحضرتك تقويه المناعه، التقويه اللي احنا اتكلمنا عليها الدكتور خالد على سوء التغذيه، تقويه المناعه غذائيا الاول، ممنوع طبعا النوم الكافي، ممارسه الرياضه، التغذيه السليمه، ممنوع الشيبسيات والمياه الغازيه والمواد الحافظه والالوان الصناعيه وهكذا. لابد الغذائيا تدي فيتامينز، حاجات. يبقى نقول له بقى ايه التغذيه اللي ياخدها ويمشي عليها فطفله مناعته ان شاء الله باذن الله. التغذيه هنبدا كالاتي: تغذيه طبيعيه في البيت تحتوي على فيتامينز وحديد وكالسيوم وهكذا. انت حضرتك اللحوم والسمك واللبن والبيض وصفار البيض، زيت كبد الحوت، اللحوم، وقلنا الكبدة، البرنجان والعسل الأسود وهكذا. دي حاجات بتمشي عليها تدريجيا. طيب أنا برضك لقيت ابني عنده ضعف وأي برضك عاوز أمشي، مفيش مشاكل حاجة بالعلاج، حضرتك بتدي أي علاج يساعد على تركيز الطفل وتقوية المناعة، أي علاج بيبقى أيوة. ليه في إيه مادة الفعالة اللي فيه يبحث عنها؟ سيستم حاجة دي بقى بتحتوي على فيتامين سي، تحتوي أيوة. على فيتامين زنك، وأنا بركز على مادة الزنك. كويس. طب خلينا ناخد تليفوني أستاذة عائشة. أهلا بيكي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. ممكن أكلم دكتور أحمد؟ دكتور أحمد مع حضرتك، اتفضلي. اتفضلي يا أستاذة عائشة. أنا عندي ابني 6 شهور، فلما برضعه يعني فبيعرق كتير. تمام. بس يعني وعندي طفل تاني عمره 3 سنين، بحس لما بيتكلم كده ما بينطقش الكلمه كلها كده، بيتكسر في الكلام. تمام يا استاذه عائشه. في اي استفسار تاني؟ وعصبي شويه يعني. وعصبي شويه 3 سنين، بيقطع في الكلام وعصبي شويه. بيعيط كتير يعني. طيب تمام، ماشي يا استاذه عائشه. اي استفسار تاني يا استاذه عائشه؟ ماشي، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا، تحت امرك يا استاذه عائشه. انت قلت ان 6 شهور الطفل ده بيعرق كتير. العرق في ايديه ورجليه بس، ولا طبعا انا عاوز اقول لك ان الطفل طبيعي بيعرق حوالين هنا في الورا وهنا في الجبهه كده في الجبهه. تماما. والعرق ده ما فيش فيه اي مشكله طالما في سن 6 شهور. انت ما بتتحركيش ولا بنخاف من الاوعيه الدمويه ولا حاجه، ما تستحملي عادي. ممكن يكون نقص كالسيوم، وانا متاكد 100% ممكن يبقى نقص كالسيوم، وفيتامين دي. انا عاوز اقول لها حضرتك كتري من نسبه الفيتامين دي، ضروري تدي فيتامين دي لهذا الطفل، وتدي كالسيوم وتدي حديد. كويس. عندها طفل 3 سنين بيقطع في الكلام وعصبي شويه وبيقعد يعيط. كنا اتكلمنا شويه عن التهتهنه، ما نخافش من التوحد والتهتهه وهكذا. انا بقول لحضرتك 3 سنين ده ما فيش فيها مشكله، انت محتاجه تقعدي معاه شويه، تشجعيه، تبني ثقه لهذا الطفل. دي برضك لازم يكون حوالين، ودي بقى ركز عليها من اول 3 سنين يا جماعه، لابد ان انتوا تودوا اولادكم للحضانه. نودوا اولادكم للحضانه عشان يضربوا بعض، مش مشكله في الحضانه، يتحركوا يتشاقوا يتنططوا، الكلام ده كله مفيش حاجه. انا خايفه بينمي المهارات الاجتماعيه عند الطفل مع تقويه المناعه وغسل اليدين والحاجات اللي احنا عشان الكورونا والكلام ده. بس انا بتكلم على ان هو يتفاعل مع المجتمع. كويس. عايزين نختم بقى الحلقه عشان خلاص وقت حلقتنا تقريبا، يعني تقريبا باقي دقيقتين تقريبا، فخلينا نختم بوضعيه دور الاب، يعني وضعيه الاطفال السليمه ودور الاب سريعا. وضعيه الطفل كده، وناخد الصور بتاعت وضعيه الطفل، وضعيه الطفل السليم اللي احنا نمسك بيها الطفل سريعا. لا انا عاوز دور الاب قبل ما اقفل، ده اهم حاجه عشان الامهات ما تزعلش مني. خلاص. طيب ناخد وضعيه الاطفال السليمه. وضعية الأطفال السليمة يا جماعة، أنتوا لازم تثبتوا الراس الأول وعلى الظهر، وفي وضعية وفي صورة اهي ديت. على فكرة الوضعية دي جميلة جدا جدا جدا، إن هي بتقلل نسبة الانتفاخات. الطفل ده في المنظر ده هيكون مبسوط جدا ومرتاح، ومش هيحصل له انتفاخات ولا إمساك ولا أي حاجة. كويس. أنا عايز أختم بدور الأب. دور الأب بقى، دور الأب وده جزء من التنمية الاجتماعية، عشان ضروري زي ما الأم ليها دور قوي جدا. لازم أنا مع الأم، لازم الأب كمان ليه دور في التنشئة الاجتماعية أو الصحية للطفل. في معانا مجموعة من الصور، صور كده جميلة يعني في صورة هي الطفل بيقول له يا بابا أنا لسه مولود، حضن بابا شيء تاني مختلف بس مش بعيد عني. بابا بيشحن مشاعر إيجابية هو محتاج، وانا بشحن حب وحنان ومحتاج لها. بالظبط. كويس. انا بقول انت ليه يا اب، انا عارف انت مشغول وعارف ان انت بتتعب عشان تجيب فلوس وتغذيه و طب ليه انت بتفتكر ان الطفل حديث الولاده ده الام هي المسؤوله فقط؟ ليه؟ عشان هي بترضعه؟ لا، ده الطفل ده انا عاوز اقول لك معلومتين تبع منظمه الصحه العالميه والدور الامريكي. امريكا عملت بحث جميل جدا، جابت 50 اب مع الأطفال، وضحت إن حنان الأب مهم جدا في نمو الطفل. الطفل ممكن يتقبل الأكل من الأب أكتر من الأم، ودي أبحاث جديدة. يبقى بعد إذنك لابد إن أنت ليك دور أساسي، لازم تساند الأم، لازم تحتضن هذا الطفل باستمرار، لأن ده واجب عليك، وصدقني هيبقى مهم جدا وفي ميزان حسناتك، لأن هذا الطفل مهم جدا. وأطفالنا مسؤوليتنا. تمام. كويس. طيب دايما وانا بحب اختم حلقتي، بحب اختمها بنصيحه. النصيحه التي يريد تقديمها الدكتور أحمد سلام محمد في نهاية حلقة اليوم من برنامج حبيب العيال. النصيحة اللي أنا عاوز أقولها يا جماعة، الأطفال مسؤوليتنا. انتوا في ناس كتير قالوا ليه يا دكتور أحمد أنت بتدقق على الغذاء وبتدقق على النفسية؟ لأن أنا في تحدي تماما إن الطفل منذ نموه وسواء ونشأته سواء جسمانيا واجتماعيا ونفسيا، أطفالنا مسؤوليتنا أولا. الطفل ده لا يتكلم، وبالتالي أنت بتاخد في ميزان حسناتك لهذا الطفل. الطفل ده لو بنيته كويس هتنشأ شاب كويس، وللأسف الشباب الأيام دي طبعا حضرتك شايف هتنشأ شاب كويس وبالتالي مجتمع قوي. كويس. الدكتور أحمد سلام محمد أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، أنا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حبيب العيال، وأنا نلتقي بكم مرة أخرى. لكم مني كل التحية والتقدير، أنا خالد صاري، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.